بتقول ان شيرين لما اتكلمت ما كانتش تقصد حضرتك، ليه حضرتك خدت طيب انتوا فهمتوا تقصد مين؟ انتوا كل الناس كلها فهمت مين؟ ما انا حاولت اوضح مع الاستاذ عمرو ما لحقتش اللقاء وكان خرج هوا. كنت اوضح ازاي؟ كان ممكن تكلمها وتخليها ماشي، بس هي قالت حتى المحامي بتاعي اتكلم غلط، المحامي بتاعها اللي هو كان عامل المداخله او اللقاء المسجل اللي برضه المره الثانيه سجلت ساعه الا ربع طلع منه سبع دقائق انا فيهم، والسبع دقائق ما لهمش دعوه ببعض. طب ايه اللي يخليك ترجع مقرر التنحي؟ ممكن اعتذارها ولا احتياجها ليك؟ والله انا ما عنديش مشكله في اي حاجه، اي حاجه تحافظ على كرامه البني ادم واسمه وشغله. انا ما زلت مجهود كبير وعارف ايه اللي جاي لشيرين، وعارف ايه حتى انا مش عندنا قضيه واحده، وشيرين قضاياها مش في جبهه واحده، في مجموعه جبهات وفي اتجاهات مختلفه وخصوم مختلفين كتير، ولكن يعز عليا طبعا ناخد قرار ده. بس لما تيجي كرامتك قصاد حاجه برغم المغريات، لا كرامتك قبل اي حاجه تانية. طب حضرتك ما نصحتهاش قبل كده ان هي كلامها في التلفزيون؟ اتفقنا انا وهي من اخر المداخله وقالت لي والله ما هتكلم تاني ولا هتدخل في السوشيال ميديا نهائي، لكن انا فوجئت بيها على الهوا مع الاستاذ عمرو يعني، وكلكم شفت المداخله كانت عامله ازاي. طيب ما فيش كلام بين حضرتك وما بين دكتور نبيل عبد المقصود بما انها مقرب منك؟ راجل طبعا راجل محترم، هو كلمني اول واحد دكتور نبيل طبعا، وكان عنده استهجان كبير من اللي حصل وقال لي هرجع لك. الكلام ده كان امبارح يعني، مش الموضوع كله ما عداش 24 ساعه، وبيتواصل معايا دايما وراجل كل احترام والتقدير ليه. ممكن تكون هي بعتها وصيت مثلا؟ الله اعلم. هو الدكتور نبيل لما عرف الخبر من السوشيال ميديا كلمني فورا يعني. قبل الحسابات على السوشيال ميديا اللي هي عملتها جديد، وقبل ما تتكلم مع الجمهور بشكل مباشر، حضرتك كنت الوسيله الوحيده.